الاساطير والحكايات نتاع الماضي تيهضروا بزاف على مدينه مغربيه غارقه تحت البحر في المحيط الاطلسي شمال مدينه اسفي، ولكن واش هي بصح مدينه غرقانه في البحر بالمفهوم الحقيقي ديال المدينه بحال ابولونيا في القرن السابع قبل الميلاد، ولا فالاسارنا في اليونان 2000 عام قبل الميلاد، ومدينه قيصريه في فلسطين القرن الاول الميلادي، وإيلانيك في فرنسا 3000 عام قبل الميلاد، وكامبي فليغراي في الطاليان، واطلانتيس، وهذوك المدن اللي بزاف ديال الناس يقولوا باللي كاينين بصح ولا غير روايات ما عندها حتى علاقه مع الواقع. مرحبا بكم في حيتيات، والحلقه ديال اليوم غادي تكون على مدينه تيغالين المغربيه. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يبدا يوصلكم الفيديوهات مباشره، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، غتلقاو الروابط في صندوق الوصف لتحت، وكتبوا لنا في التعليقات الا عندكم شي مواضيع بغيتونا نهضروا عليها. ويلا نبداو على بركه الله. تيقول الكاتب المغربي ابراهيم حركات في الكتاب ديالو المغرب عبر التاريخ باللي ملي جاو القرطاجيين بالقياده ديال الرحاله البحار حانوا القرطاجي للمغرب في القرن الخامس قبل الميلاد، وقفوا في منطقه راس سوليس جايه ما بين قنيطره ومدينه اسفي حاليا، وبنوا فيها معبد ديالهم كانوا تيعبدوا فيه بوسيدون اللي هو اله البحر والعواصف عند الاغريقيين. المهم على حسب المؤرخين القرطاجيين بنوا بزاف ديال المدن في المغرب، بنوا ليكسوس في القرن 12 قبل الميلاد، وبنوا مدينه تينجي في القرن 6 قبل الميلاد، وبنوا روسادر الجهه فين كاينه مليليا دابا، وبنوا مدينه ديال تيميا تيريون اللي هي واد سبو دابا، بنوا حتى اغلو كانت سميتها اغرا، وبنوا حتى الصويره كانت سميتها كاريكونتيكوس. ما عرفتش علاش هاد السميات تشبه للطاكوج اللي جا، ولكن ما قال والو ابراهيم حركات على مدينه تيغالين. ولا القضيه وما فيها هو ان تيغالين غير مناره قديمه كانت في البحر وطاحت بسبب العواصف والمواج اللي تيكونوا عاليين بحال كيما طاحت المناره الاسكندريه بكري، وخلات حتى هي موراها بزاف ديال القصص والحجايات، بالخصوص حيت يقولوا باللي مدينه تيغالين بعيده على المناره ديال الكابري بشي متريات قليله. وبسبب هذه الفرضيه كاينين شي مؤرخين تيقولوا باللي الاصل ديال اسم اسفي جاي من اسفو اللي تتعني المناره او المشعل. الحكايات نتاع المدن القديمه والمدن الغرقانه كثار، وبالخصوص في المدن اللي تيكونوا قراب من البحر بحال الاسطوره ديال السبعه ديال المدن اللي في سيبولا اللي هي امريكا اللاتينيه دابا، وجزيره الالدورادو الاسطوريه اللي كانوا كاع البحار البرتغاليين والصبليون تيحلموا بها في القرون الوسطى، وبحال اطلانتيس اللي العالم كامل هضر عليها ولكن ما عمر حتى شي واحد ما لقى ليها اثر. حتى الاحتمال ديال تكون مدينه تيغالين غير اشاعه وصافي كبير، حيت حتى الشعوب اللي كانت تتخاف شحال هادي من الغزو الليبيري في القرون الوسطى كانوا تيصنعوا بزاف ديال القصص والاساطير ديال المدن اللي غرقانه في البحر باش هكا يخليو المغامرين والغزاة بعاد على المدن ديالهم. وحتى العامل ديال ان بزاف ديال الشعوب دازوا في نفس المنطقه بحال الافارقه والقوط والقرطاجيين والبرتقيز والعرب ساهم باش يزيدوا يقتلوا الحجايات على المنطقه. نهار السبت 15 جانفي 2005 نط الطاقم ديال برنامج امودو اللي كان تيدوز في القناه الاولى المغربيه دار بحث كبير بشمال مدينه اسفي، وصلوا ل 400 متر تحت الماء باش يحاولوا يلقاو شي اثار واخا تكون غير صغيره تتبين واش بصح مدينه تيغالين موجوده، ولكن ما لقاو والو من غير شويه ديال الحجر كبير ومشقق وشويه ديال الكهوف عاديه. المؤرخ ديال اسفي الفقيه القانوني العبدي اللي تزاد في 1893 ومات الله يرحمه في 1938 هضر في الكتب ديالو على جميع التفاصيل ديال مدينه اسفي، ولكن ما عمر ما قال حتى حاجه على مدينه تيغالين. حسن بن الوزان المؤرخ حتى هو الله يرحمه ما قال حتى حاجه عليها في الكتاب ديالو وصف افريقيا، وخزر المنطقه في 1550 وهضر على مدن صغيره كاع بحال سبييت وتمراكش وتشارقا، واخا اغلبيتهم ما بقاش ليهم الاثر دابا. حتى الفقيه الصباحي السلاوي الله يرحمه والكاتب ارمان انطونا تيقول باللي هي موجوده غير في الخيال ديال الناس المنطقه، كاين اللي تيحاولوا يقنعوا راسهم باللي الارض في ديك الوقيته كانت نازله بزاف على سطح البحر كثار من دابا. وحتى المؤرخين البحارة المعاصرين بحال رايس الكاتب ديال البحر والتاريخ ذكر بزاف ديال المدن الغرقانه في العالم بحال اللي هضرنا عليهم في الاول، ولكن ما عمرو ما هضر على مدينه تيغالين. القضيه غريبه حيت كون كانت بصح في الماضي فراه بزاف ديال التساؤلات يطيحوا لك للراس بحال شكون بناها واش من عصر فاش كانت وفين هما الادوات باش بناوها، حيت ما يمكنش كلشي نقارض كلشي نقارض، ما كاينش حتى شي اثار على مدينه تيغالين، وزيد وزيد من الاسئله اللي خصها اجوبه. وانتم شنو الراي ديالكم في القضيه ديال مدينه تيغالين؟ واش تظنوا باللي كانت بصح في الماضي؟ خليو لنا الاراء ديالكم في التعليقات لتحت، وما تنساوش ديروا لايك الا عجبتكم الحلقه وعجبكم الموضوع، هكا غادي تشجعونا وتخليونا نزيدوا ان شاء الله للقدام، وكتبوا لنا المواضيع اللي تبغيونا نهضروا عليها في الحلقات الجايه ان شاء الله من حلقات حيتيات، وما تنساوش دير سبسكرايب الا مازال ما درتوهاش، والسلام عليكم.